ونعلن عن بدء تطهير الشريط الحدودي مع تركيا، والله ولي التوفيق. حملة تطهير شاملة أعلنها الجيش الحر في محافظة إدلب من جنوبها وصولا إلى شمالها. فبالتوازي مع المعارك التي تخوضها كتائب وألوية الجيش الحر في معرة النعمان وخيشيخون والريف الغربي للمحافظة وسيطرتها على حواجز ومواقع عدة، تشن كتائب وألوية أخرى تابعة للحر هجوما على مدن وبلدات تحت سيطرة قوات النظام في الريف الشمالي والغربي للمحافظة على الحدود مع تركيا، لتبدأ معركة التحرير بدءا من قرية خربة الجوز مرورا بدركوش وعزمارين وكفرحوم، والتي أعلنت مناطق محررة بالكامل بعد تكبيد قوات النظام، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأسر أكثر من 250 جنديا من قوات النظام، وصولا إلى كفر تخاريم وسلقين والتي تدور فيها معارك عنيفة لبسط السيطرة عليها، حيث تفرض ألوية الجيش الحر حصارا على قوات النظام المتمركزة في هذه المناطق وتضرب كل الإمدادات التي يرسلها النظام، والتي كان آخرها رتل عسكري في بلدة العلاني بالقرب من مدينة سلقين، حيث تمكن الجيش الحر من اغتنام جميع آلياته المؤلفة من عربتي زي العسكرية وأربعة بكآب مثبت عليها رشاشات ثقيلة، وقتل وأسر ما يزيد عن 50 جنديا من قوات النظام. الحمد لله تم تدمير أكثر من 4 عربات، عربتان زيل وثلاث بيكابات، وتم اغتنام عربة بيكاب محمل عليها رشاش 14.5. انتصارات في جميع جبهات محافظة إدلب يحرزها الجيش الحر على قوات النظام، لتنحصر خياراتها باستخدام سلاح الجو كورقة أخيرة لتعويض خسائرها على الأرض، ولا تجد أمامها إلا الأهالي للانتقام، وذلك بقصف هذه المناطق بالبراميل المتفجرة، فيما نقل ناشطون صورا تظهر قيام الطيران المروحي بإلقاء مواد أشبه بخيوط العنكبوت على كفر تخاريم وسلقين وسقاط، وتم إرسال عينات من هذه المواد لتركيا لتحليلها، فتبين أنها تحوي مواد سامة. خنابل غريبة تقع المدينة، غبار أبيض